مساء الخير مشاهدينا مشاهدي سكاي نيوز عربية لهذه الحلقة من بصراحة. ما يزيد على 4 سنوات من القتال في سوريا أنهكت الجميع، وأصبحت وعود النصر خاوية مشردة على شواطئ الموت، قابعة تحت نيران براميل وقذائف تنتظر من ينحرها ويواجه النهاية، لتصبح خيارات هذا الشعب الذي فقد الدار، فقد الأهل وفقد الوطن، خيارات تفاضل بين السيء والأسوأ. 4 سنوات كانت كفيلة لأي طرف أن يثبت جدارته بتحمل المسؤولية، لكن لم يتمكن أحد من تقديم أوراق اعتماده. عسكرياً كل الجبهات مستمرة، سياسياً كل الاحتمالات واردة، وكما تتبدل المواقع العسكرية على الأرض بين الأطراف المتحاربة تتبدل أيضاً المواقف السياسية. فالحراك الإقليمي والدولي حول سوريا يشير إلى احتمال قبول الأطراف الآن بما كانت ترفضه بالأمس. ضيفنا اليوم واحد من المطلعين على تفاصيل الملف السوري، تولى رئاسة أكبر كيان سوري سياسي معارض وهو الائتلاف الوطني، وفي أهم محفل دولي ناقش الأزمة السورية حتى الآن وهو مؤتمر جنيف. حديثنا اليوم في العمق السوري، ونتوقع من ضيفنا أن يتخلى لمدة ساعة واحدة عن الدبلوماسية لنقلب معا أوراق الملف السوري، نعيد قراءته، نعيد قراءة تفاصيله والأهم مستقبله. بصراحة ضيفنا اليوم السيد أحمد الجربة الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض، أهلا وسهلا بك معنا بصراحة. أهلا بك. الملف السوري عاد إلى الواجهة، تحركات دبلوماسية حثيثة فيها يتقابل المتقاتلون، تتغير التحالفات، ولكن هي بالنتيجة فيها أمل لإيجاد حل سياسي أو ما أطلق عليه الحل السياسي وإن اختلفت التسميات. هل تستطيع اليوم أن تقول لي للمشاهدين العرب والأهم المشاهدين السوريين أن هناك حل سياسي حقيقي يجري البحث فيه، وليس الموضوع فقط سراب ومراوغات دبلوماسية سورية إقليمية ودولية؟ نعم سيدتي، أنا شايفة عمق الكارثة اللي وصلت إليها سوريا بعد 5 سنوات، البحث عن حل أصبح هو الهدف المنشود لكل السوريين، وبالنهاية أصبحت هي مشكلة وأزمة إن لم نقل إنها دولية فهي إقليمية. واليوم السوريين يواجهون أكبر كارثة منذ أن أنشئت دولة اسمها سوريا. الحلول السياسية حاولنا نحن في عدة مراحل وفي عدة، وأنت الآن ذكرتي أنه في جنيف، الحل السياسي اللي وافق عليه كل الأطراف المعنيين بما فيهم النظام والمعارضة هو ورقة جنيف 1. الآن في تحركات كما ذكرتي، في تحركات إقليمية ودولية، فيه كان اجتماع ثلاثي بين الوزراء الخارجية الأمريكي والروسي والسعودي في الدوحة قبل أيام، ثم كان هناك تحرك من مبعوث الرئيس الروسي نحو إيران، التقى بوليد المعلم، التقى بنا هنا في القاهرة، التقيت عدد من وزراء الخارجية بالفترة الماضية، التقينا بالرئيس الفرنسي قبل رمضان. أستطيع أن أقول لك أنه الاتفاق الذي حصل بين وزراء الخارجية الثلاثة أنه يكون هناك مؤتمر لجمع كل المعارضة السورية تحت سقف واحد، وتخرج ببيان واحد وبتفاهم واحد وبورقة واحد. قبل ما أحكي بشؤون المعارضة، مع أنه حضرتك يعني بصراحتك دخلت فورا على لب الموضوع، بس أنا بدي أعرف صحيح، بس أنا بدي أعرف كنت شوي بالفعل تطورات اليوم المواقف الدولية، طالما هلأ يعني حطينا على طاولة وقلنا أنه
جزء كبير من حل السوري هو حل دولي وحل إقليمي. اليوم هل هناك موقف روسي نهائي يمكن الاعتماد عليه، غير مراوغ، غير محشور بزاوية، غير مزايد، موقف حقيقي سمعتموه ينبئكم بأنه في مجال لاختراق وحل سياسي بهذا الاتجاه؟ بالنسبة للروس، الروس هم حليف رئيسي وشريك أساسي للنظام. ما أقول أنه الروس أصبحوا معنا، لكن أقول أن الروس اليوم اتجهوا أنه يكونوا في الوسط، وهذا أكيد. اليوم الروس عارفين أنه بشار الأسد حصان خاسر، وهم يشتغلوا سياسة ويعرفوا جيدا هذا الكلام، فهم الروس غيروا موقفه. الكلام اللي عم تسمعيه هذا يدل أنه فعلا كلام، فعلا هم تغيروا بلب الكلام، وبالغرف المغلقة يقولون كلام مغاير للذي يقولونه الآن، لكن لا يريدون أن يقولوا كلام أن إذا لم يكن هناك حل فعلا ناجز. عندما يحين موعد الحل، الروس أكيد هم سيكونون مع بيان جنيف، مع حل سياسي بهم يتكلمون، أنه الآن يتكلمون معنا أنه أي دولة تستقبل بشار الأسد يا سيدتي. فالأمور واصلة إلى هذه المرحلة. سيد جربة، اليوم التحركات السياسية انطلقت بالتزامن مع البرنامج التوصل لاتفاق على الأقل مبدئي في حول البرنامج النووي الإيراني، وبدأنا نرى الاختراقات، يعني علي مملوك يزور السعودية، لقاءات مع روسيا، المعلم وزير خارجية السوري في مسقط، وبدأنا نرى أنه في تحالفات جديدة واختراقات. هل هناك نقطة جديدة يمكن البناء عليها؟ مين اللي تغير موقفه اليوم؟ هذا سؤال متشعب شوي. طيب، بدي أخذ وقتي فيه. تفضل. أول شيء بالنسبة للموقف السعودي، أنت ذكرتي أنه علي مملوك زار السعودية. الموقف السعودي أنا أكد لك وأكد للسوريين أنه الصلابة الاستراتيجية اللي كانت في عهد الملك عبد الله، الله يرحمه، ازدادت صلابة في عهد الملك سلمان باتجاه موقفهم من النظام ومع دعمهم للثورة السورية. اللقاء كان بحضور روسي، والطلب السعودي كان انه اخرجوا كل المرتزقة من حزب الله، من حرس ثوري، من غير، ونحن نوقف دعمنا للمعارضة، ولما ما يصير حل سياسي تبقوا انتم، لكن ما في الحاله الطائفيه هذه اللي صايره، يجوا كل ايران وادواته كلهم، ولا يستطيع طبعا لا علي مملوك ولا بشار الاسد ان يقوم بهذا الطلب، لانه اليوم ايران هي صاحبه القرار في سوريا وليس بشار الاسد. قرار استقباله غريب. لا، قرار استقباله يعني يبدو كأنه كان في شيء جديد هم هو يحمله أو هم يريدون سماعه. من بعد التقارب الروسي السعودي، الروس قالوا أنه ممكن يجي مسؤول وأنتم تتكلمون معه وتطلبون منه أنه يعني يطرد الإيرانيين، ويعني ممكن يكون في هذا بداية حل. يعني نحن ما عندنا مشكلة نطلب ونحكي معه، يعني وهاي تصير. يعني حتى المتحاربين يلتقون يعني أثناء الحرب، يعني ما هي مشكلة. فبالنسبة للموقف السعودي أنا أكد لك أنه صلب وقوي ولم يتغير. بالنسبة للاتفاق النووي الإيراني وأثره على الأزمة السورية أو المسألة السورية، أنا بتعرفي أنت أنه إيران عندها مشروع إمبراطوري، وهي من أكثر من 30 سنة تجوع الشعب الإيراني وتغدق العطاءات على
البلدان الأخرى التي لها طموحات فيها. إيران داخلة في القضية السورية حتى النخاع بدون الاتفاق النووي الإيراني وبدون المليارات التي أتت من الاتفاق النووي الإيراني. فما راح يصير شيء أكثر من اللي صار، يعني جابت حقدها ومرتزقتها وحرسها وكله صبته في سوريا، فما راح يزيد شيء. وأنا أقول لك شغلة، إذا تذكرين أنه وزير المالية عند روحاني قال استلمنا من نجاد الخزانة فارغة، فاليوم الإيراني المليارات هذه ما راح، دولة إقليمية كبرى يعني ما راح أنه الأموال هذه شيء واو يعني لا. الشيء الثاني أنه اليوم الإيراني عم يجامل وعنده هو مثل ناظر غربي عم يشوف شو تصرفاته لما ما ينجز الاتفاق النووي الإيراني خلال الأشهر هاي الثلاثة القادمة. البارح ظريف اللي تتذكرين اجى على لبنان، وفي أعلن حزب الله أنه ظريف سيزور قبر عماد مغنيل، وفي عادة أنه الإيراني لما يجي يروح على قبر عماد مغنيل. ظريف لما جاء ما راح لأنه هذا يعتبر بنظر الغرب وبنظرنا طبعا مجرم وإرهابي وخاطف طائرات، فإذا راح معناها أنه لا سلوكه مش متغير. فإذا على مستوى قبر العماد المغنية ما بده يروح. بالنسبة للقضية السورية، هي إيران، أنا بدي أقول لك الفكرة، إيران هي اليوم مطلوب منه أنه هل هي ستتعامل بسلوك حسن وبتغير تفكيره وأداءه بالقضية السورية ولا لا. نحن ما عندنا خوف من إيران، هي أكثر من شيء سويته ما راح تسوي. فهل نحن ناطرين؟ هل فعلا هي؟ وأنا أشك أنه راح تغير أي شيء، يعني التفكير الإيراني سيزداد. طب هذا ألن يمنع النظام بالدخول بأي مفاوضات؟ بمعنى أنه الظهير الأساسي الداعم الأساسي له ما زال لا يتغير. الظهير الإيراني داعم أساسي وموجود، لكن إيران أيضا شايفة أنه الوضع، هي عندها عدة محاولات، حاولت تقمع الثورة ما استطاعت، الآن تفكر أنه تنقل كل الترانسفير تسوي للقرى اللي موجودة بين الحدود اللبنانية علشان تسوي دويلته. ها إذا هذه، وهذه ما راح تمشي أنا بقول لك، وبالدم ما راح تمشي أبدا، ما راح تمشي. بالنهاية راح يشوفوا أنه ما يمشي الحال. هل تقبلون أنتم بخروج آمن لبشار الأسد؟ لا، نحن لا نقول الخروج آمن، مش هيك السؤال يكون. يعني الجواب يكون أنه هذا من خلال المفاوضات، كل شيء من خلال مفاوضات. قلت لي الروس عم بيقولوا انه باي بلاد ممكن يلتقي، يتكلموا معنا باي بلاد، بس هذا الكلام لما يصير فيه مفاوضات بيننا وبين النظام بشكل جدي وحقيقي، توضع ورقه على التفاوض، توضع يعني على الطاوله. اما راسا والله كطرح مقبول، نحن مستعدين انه راسا انه ايه لا الخروج امن، لا هذا الكلام كطرح مقبول تفاوضي لوقته، كل شيء في وقته. لا نستطيع الان ان نقول انه اي في خروج امن عندما يحين الموعد. اذا الان اليوم بشار الاسد سيدتي يقول في خطابه الأخير أنه ما في حل سياسي نهائيا، وهذه مجموعة إرهابية وسنستمر في محاربة الإرهاب لما لا نهاية، وأنه الذي يقاتل في سوريا من المرتزقة ومن الذين جلبهم من خارج سوريا هم مواطنين سوريين يستحقون المواطنة. هذا هو عارف أنه إذا حصل حل سياسي هذا الموضوع كله راح يكون في مكان آخر. ما الذي سيجبر النظام اليوم على قبول هذا حل؟ الحل كان مطروح من 3-4 سنين، وكان وضع العسكري للمعارضة أفضل، وضع التنظيم للمعارضة أفضل، وضع الشعبي للمعارضة أفضل. ما الذي يجعله اليوم يقبل بهذا الحل؟ صحيح كلامك، صحيح كان الوضع أفضل بالنسبة للمعارضة، ولكن أيضا كان النظام قوي. اليوم النظام في أضعف حالاته، اليوم التقارير كلها تشير أنه النظام يحكم أقل من 20% من سوريا. واليوم هو أعلن نفسه بشار الأسد في خطابه الأخير أنه نحن تخلينا عن أراضي في سبيل أراضي أخرى. وأنت شايفة يعني نحن بالنسبة لنا سوريا كلها عزيزة وكلها أرض وحدة، من الجزيرة حتى حوران، ما في خيار فؤوس مثل ما يقول السوريين. لكن الواضح أنه الآن اتجه نحو دويلته، وهذه أنا باعتقادي مهمة الأخوة العلويين اللي هم نعرفهم أنهم قوميين عرب
وسوريا بالنسبة لهم سوريا واحدة وما يقبلوا بهذا المنطق، وهاي مهمتهم. بشار ساق أبنائهم لمدة 4 سنوات 5 سنوات إلى المذابح، كل سنة يقول لهم السنة بتخلص والسنة بتخلص والسنة بتخلص، وبالنهاية قدم العلويين زهرة شبابهم في سبيل إرضاء بشار، وبالنهاية ما خلصت القصة، والقصة مطولة إذا هيك الموضوع. فلازم يكون في حل سياسي، كلنا أبناء بلد واحد نعيش فيه، من بكرده وعربه بسنته وعلويته ومسيحيه ودروزه وإسماعيليه وتركمانه، كلهم تحت سقف هذا الوطن، ولا وجود لبشار الأسد في مستقبل سوريا، هذا كلام أكيد. سيد جربة، خطاب وطني ممتاز، قد يقول لك البعض قد جاء متأخراً 5 سنوات. بدي أسمع ردك ولكن بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا، نعود إليكم. أخواتها والقاعدة وغيرها. مين أخواتها يعني؟ أخواتها، عندها عدة أخوات. ليش ما عم تقول جبهة النصرة؟ ما بقول، لا ما بقول. التدريب الأمريكي لحرب داعش 60 متدرب، يعني هذا وين حرب داعش؟ شو الحكي هذا؟ شو 60 رامبو؟ أهلا بكم جديد مشاهدينا، هذه الحلقة بصراحة مع شيخ أحمد الجربة رئيس الائتلاف السوري السابق. سيد جربة، قلت وجهت رسالة لطائفة العلوية بأنها يعني عليها حقنا أوان اليقظة، إذا فهمت منك صح، ولكن اليوم المعارضة متهمة بأنها هي أقصت هذه الطائفة وأقصت آخرين، أو على الأقل لم تستطع استيعاب الجميع. منشقين من الجيش لم يروا معنى لانشقاقهم، حتى ما أقول أي شيء آخر. الشباب نزلوا بالمظاهرات لم يروا غير التناحر وغير عدم الحماية من المعارضة، ويعني رأوا بأنهم دفعوا حياتهم وعمرهم ثمن لمن أتى من الخارج حمل لواء ثورتهم وصادرها وسرقها. ماذا تقول لهم؟ بالنسبة لموضوع المنشقين والعسكريين، أكيد أنه يعني انشقوا وما شافوا مأوى ولا ملجأ ولا يعني. الشباب الحراك الثوري اللي كمان يعني قدموا الكثير وضحوا، أيضا ما شافوا الشيء اللي يستحقونه. أنا أقول أنه ما نحن لسنا دولة، وإمكانياتنا هي يعني جدا ضعيفة، يعني الحقيقة واحد يستحي يقول لك عن الإمكانيات ضعيفة جدا. كيف؟ في مساعدات قوية جاءت، مليارات تم الحديث عنها. لا لا، مليارات تفوت على مثلا على الناجح النازحين، يعني النازحين بالدول الاخرى، هذه ما لنا علاقه فيها نحن، لا من قريب ولا من بعيد. اعطيت للمجلس الوطني وبعدها للائتلاف اعترافات بالشرعيه الدوليه، تم التعامل معكم كدوله. نعم، سيد جربة، جلستم على مقعد سوريا. صحيح، في القمه. صحيح، العربيه تم التعامل معنا كدوله، واستقبلت استقبال رئيس في اكثر من مكان واكثر من محفل، هذه حقيقه. لكن نتكلم عن الموضوع كيف نحاول نلم الناس اللي دخلوا من سوريا، الشباب، الحراك، العسكريين، المدنيين، هذه بدها إمكانيات، الإمكانيات مش موجودة، الوضع معقد. إذا ما الضمانات؟ الضمانات، خلينا نحكي سياسة. أوكي، الضمانات بالنسبة للأخوة العلويين، الأخوة العلويين يعني أنا بعتقد أنه اللي بيننا وبينهم أفضل من اللي بينهم وبين بشار. نحن بشار وأبوه ما خلوا رموز الطائفة العلوية أخذوها مر الشمس، من بدو الجبل ومحمد عمران وصلاح جديد وغازي كنعان واللي بدك ياو. فهذا نظام يعني نظام عصابة، نظام مافيا بصراحة. ما شو مصلحتهم مع بشار الأسد؟ بشار الأسد اللي سوريا
أغلى بلد وأحسن بلد وأعز بلد وصلها للمرحلة هاي اليوم، اللي السوري لما يطلع من سوريا بس كأنه رايح يعني طالع لتركيا، اعتبر أنه وصل الجنة، وهي لا هي جنة ولا شيء. فوصلنا للمرحلة هذه. اليوم السوري المعتر، اليوم اللي عم يركب بالقارب ويموت هو وولاده، مين وصل للمرحلة هذه؟ مو هذا هو رئيس البلد؟ مو هو هذا الراعي لهذه الرعية؟ كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته. موضوع العلويين، موضوع العلويين اليوم سيدتي، هل تنفي بأن اليوم هناك في سوريا ما زال من يدعم وجهة نظر النظام، بمعنى أنه يحمل المعارضة مسؤولية هذا التدهور الذي وصل؟ لا، مو صحيح هذا الكلام أبدا. اليوم 50% يعيش ما زال تحت المناطق التي يسيطر عليها النظام، ألا تعتقد بأنه على الأقل نصفهم يخالفك الرأي؟ لا، ما أعتقد أنه نصفهم يخالف الرأي. كيف تعرف؟ لا لا، ما هو مو يخالف الرأي، يمكن ماله قناعة بالمعارضة، لكن ماله قناعة بالنظام. أنا أكد لك اليوم اللي لهم مصالح، مش بس العلويين، في ناس من السنة، في ناس من غير، لهم مصالح مع بشار الأسد، وعم بيقولوا أنه نحن راح نبقى معه لأن مصلحتهم معه. هل تستطيعون اليوم حمايتهم من الفصائل المتطرفة أو حتى الفصائل المنضوية تحت ما تبقى من الجيش الحر؟ راح أحكي عن هذا. نعم، عن وضع الجيش. الدين إذا حصل. هل تستطيعون؟ نعم نستطيع إذا حصل فعلا حل، مش الآن، إذا حصل حل حقيقي بسوريا. العلويين شأن عليهم ما علينا وعلينا ما عليهم، مثلنا مثلهم، مثل ما نحمي أهلنا نحميهم، وهذول من أهلنا بالحقيقة. نحن ما نعتبر العلويين إلا جزء رئيسي، وأنا مو هذا الكلام مش البروباغندا عم بقول لك. العلويين فيهم ناس وطنيين كثيرين. يمكن مش بروباغندا ولكن ربما نظري سيد. لا مو نظري، لا مو نظري، بمعنى أنه على الأرض لدينا تصفيات، يعني تصفيات مذهبية، لدينا دخول على القرى، كمان في على الأرض براميل كل يوم، وفي حصار. لو سمحت لي، اليوم نحن نتحدث عن المعارضة، يعني نحن ما يفعله النظام موضوع واضح. نعم. وموجود. ولكن اليوم أتحدث معك كمسؤول وقيادي في هذه المعارضة. نعم. التي تقول يا جماعة أنا عندي الحل، أنا بعرف مصلحة سوريا، كل السوريين، وأنا عندي الحل. على هالأساس أنا يعني بدي أفهم منك وجهة النظر. يثي. ربما تريدون ولكن لا تستطيعون. لا لا لا. اليوم ما هي نسبة الجيش الحر الموجودة؟ لا لا. في سوريا. طيب. التابعة للائتلاف أو يعني جسم المعارضة السياسية. شوف، الجيش الحر ضعف ما في شك. 5%؟ ما يقال يعني اليوم 5%. لا، يمكن أكثر، يعني يمكن أكثر من هذا النسبة. تقديرات تحكي عن 5%. أنا أقول لك أنه ضعف كثير. الجيش الحر كان طيب. قوة. معناته على مين بتمونوا شيخ أحمد؟ على الفصائل المتعددة، على داعش؟ لا لا، هو الجيش كيف الحر. ستسيطرون على الأرض؟ الجيش الحر موجود لكن طيب. ضعف، لكن كوادر موجودة بسبب قلة الإمكانيات، وبسبب أنه في نظام ومعه حزب الله ومرتزقة من العراق وحرس ثوري عندهم قوة ضاربة، وفي من الطرف الآخر الداعش أصبحت مسيطرة على عدة محافظات من سوريا، ومعها أيضا أخواتها والقاعدة وغيرها. مين أخواتها يعني؟ أخواتها، عندها عدة أخوات. ليش ما عم تقول جبهة النصرة؟ ما بقول، لا ما بقول، قلت لك القاعدة. القاعدة شو يعني؟ شو يعني فكرة عدم تسمية جبهة النصر؟ لا ما في، أنا عم أقول لك القاعدة، والقاعدة هي جبهة النصر. جبهة النصر تابعة للقاعدة، لما أقول القاعدة معناتها الجسطة يعني. لأنه في لوم اليوم بأنه الجيش الحر يعني اضطر يعتمد على جبهة النصر في مناطق عديدة لتغطيته، وبالنتيجة جبهة النصر قلبت عليه، يعني صار في معارك بيناتهم، وكثير من الجيش الحر من المنضوين تحت لواء جيش الحر بسبب قلة الدعم، بسبب صعوبة المعركة، صعوبة التنسيق، انفض وذهب إما لجبهة نصر أو فصائل جهادية. نحن قلة الدعم، وفي بين التطرف الشيعي وبين التطرف الداعش إذا بدك، صار الجيش الحر فرط. لكن اللي فعلا بده يطبق الحل في سوريا واللي نفذه واللي يحميه هم الجيش الحر. والجيش الحر ناس وطنيين وناس شجعان، لكن إذا توفرت لهم الإمكانيات، أنا أعرفهم جيدا من الجنوب إلى الشمال، قيادات مهمة جدا. اليوم أمام المعارضة تحديات أساسية، كان عندها خصم هو النظام،
اليوم في عندها خصم آخر هو داعش، وفي تفتت الفصائل المقاتلة على الأرض مع ضعف الجيش الحر. بدي أفهم من حضرتك كيف ستجابه هذه المخاطر؟ داعش اليوم كيف ستقفون بوجهه إذا كانت الدول لا تستطيع أن توقفه؟ جيش الحر قوته بتلاشي وتضاعف. هل ترى بأنه ممكن التفاوض مع داعش؟ عزيزتي زينة، لا، داعش لا تعرف موضوع التفاوض، ما ينفع معهم. يعني جماعة يرفضوا أي تعايش مع أي شيء آخر. داعش اليوم مش قضية سورية، اليوم قضية عالمية، صارت قضية دولية. اليوم تضرب بشمال أفريقيا، وتضرب بمصر، وتضرب بالخليج، وتضرب بفرنسا، وتضرب. مش ما فينا نحن نتحمل مسؤولية داعش. اليوم في حرب وتحالف دولي، ائتلاف اسمه ائتلاف دولي لمحاربة داعش، تقوده الولايات المتحدة. اليوم وين وصلنا بعد الحرب على داعش؟ داعش كانت بوقتها أخذ الموصل، بعد الحرب على داعش أخذت الرمادي، وأخذت دير الزور، وأخذت تدمر والصخنة، وأخذت البارح القريتين ومهين وصدد. ويعني هل تقول أنها حرب فاشلة؟ يعني حرب فاشلة طبعا، حرب فاشلة، لأنه شغلة الطيران داعش والقاعدة متعودين عليها بأفغانستان وباليمن، يعني تقضي على 25% من قوتهم لا أكثر. لكن الحرب على داعش يجب مثل ما البيشمركة في العراق شلون سيطر ونظف مناطقه، نفس الشيء في سوريا أو في العراق يجب على أبناء المنطقة. أنه بس مثل التدريب الأمريكي لحرب داعش 60 متدرب، يعني هذا وين حرب داعش؟ شو الحكي هذا؟ شو 60 رامبو؟ ما كلام، هذا ما هو وارد. الحرب هذه يعني بدها إعادة يعني تفكير بطريقة أخرى مناسبة. بالنهاية داعش وين أنشئت؟ داعش أنشئت في العراق، أنشئت في العراق مش في سوريا. وليش أنشئت؟ لأنه الأمريكان سلموا العراق للإيرانيين، والحشد الإيراني والحشد الشعبي والتابعين لإيران هم اللي بتطرفهم خلى في شيء اسمه داعش ينمو ويترعرع في العراق. طيب اليوم يقولون لك نحن الحاميين هذه المنطقة من داعش. مين؟ إيران تقول لك أنا واللجان الشعبية وكل من يعني يستطيع أن يتحرك والحرس الثوري، نحن نعرف كيف نقضي على داعش، أو على الأقل نحصر خطره في هذه المنطقة دون أن يزعج أحد. أنا عندي سؤالك، أنا بدي أسألك سؤال. داعش احتلت الموصل، واحتلت صلاح الدين اللي هو تكريت وكركوك. صلاح الدين في منطقة اسمها سامراء معروفة، وهي تبعد عن بغداد 80 كيلو. ما راحوا على ولا منطقة شيعية، ليش؟ لماذا؟ هذا هو السؤال. علشان حماية إيران؟ لا، وهي كيف بدها تحامي داعش؟ في قصدك؟ ما فهمت. قصدي انه في بينهم وبين الايرانيين تناغم واتصالات، هذا قصدي. بين داعش والايرانيين؟ نعم. اي يعني ايران شو اللي خسرانه؟ ناس غير ايرانيين يقتلون ناس غير ايرانيين، سواء شيعة، وما يهمها لا شيعة ولا سنة ايران بالنهايه، هي ويهمها انه هي تلعب في اماكن اخرى، هذا هو. فالها بعد والها شق ايراني داعش، ما في شك. هلا ولها شق اخر يمكن، لكن له شق ايراني اكيد. بالنسبه للموضوع اللي بدي اقول لك اياه، بالنسبه لموضوع الجيش الحر اللي انت تكلمتي عنه، الجيش الحر وتكلمتي ايضا عن المشقين العسكريين. المشقين العسكريين نحن في مشقين يريدوا يشقوا من سنه واكثر، بصراحه نقول لهم لا تشقوا، خليكم تاخذوا رواتب وعندكم عند أهلكم وبيوتكم وآمنين. موضوع أنه أنتوا تروحوا على المعركة وتقتلوا كذا، هذه لا. إذا في إمكانية تجيبوا لنا معلومات تجيبوا لنا، وخليكم موجودين ونحن عارفينهم بأسماءهم. وهذول بكرة بس نروح هم راح يكونوا نواة، ما بدنا كمان كل واحد ينشق وتفرط القصة، لا. بس هذا في اعتراف غير مباشر أنه من تحت راية النظام أكثر أمنا من هو خارجه. لا، هذا تكتيك بيصير. كيف ستحمون العلويين؟ ما نحمي العلويين ولا نحمي السنة، نحمي سوريا ونحمي السوريين. اليوم نحن علينا حق وواجب
وكمان الأخوة العلويين سواء كانوا العسكريين أو المدنيين أو الوجهاء أو المشايخ كمان لهم دور بدهم يقوموا فيه علشان نلتقي. مش الدور مطلوب مني ومطلوب منهم أي شيء، لا يا زينة مش هيك الأمور أبدا، ما بتصلح هيك الأمور. بس أنا بقول لهم إنه هذا اللي هذا راح يوديكم على شر مستطير، على دمار شامل، فتعالوا وخلونا يعني نحمي بعض. اسمح لي أذهب لفاصل قصير، نعود بعده لهذا الحوار. فاصل مشاهدينا، نبقى معكم بصراحة عن سوريا. الأخوان في الائتلاف أقل قوة بكثير من المجلس الوطني. أيمتى تتوقع نهاية الأزمة الحرب السورية؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذا الشيخ أحمد الجربة رئيس الائتلاف السوري السابق. أين تركيا من ما يحدث سيد أحمد، خصوصا بالنسبة للمعارضة؟ موقف تركي بدأ مع بدايات الثورة السورية حاد عالي داعم، يعني هو يقال أصلا أنه هو ورط المعارضة في مواقف جدا متقدمة ومطالب متقدمة، وصل اليوم لغموض بالتعامل، دائما له علاقة مع إيران، يحاول أن يكسب من الموضوع السوري أكثر ما يعطي، يضرب داعش، يضرب الأكراد معهم، أي ورقة يعطيها للمعارضة السورية تكون لصالحه أولا. طبعا هاي دول أقليمية كبرى لها مصالح، نحن بدنا نشوف هل مصلحتهم تتناسب مع مصلحتنا ولا لا، هذا هو السؤال. الأتراك اليوم، أنا بقول لك اليوم الدولة الوحيدة اللي كمان إذا بدنا نتكلم بصراحة، وهو برنامج اسمه بصراحة، كمان الدولة الوحيدة اللي يفوت ويطلع فيها السوري برياحة وكذا هي تركيا، بدون فيز يعني. بدون فيز كمان على الحدود طويلة، يعني يفوتوا جرحى ويفوتوا ناس وعوائل وكذا، تستقبلهم تركيا، وهذه بالحقيقة يعني واحد يتكلم له اللي عليه. طيب ولكن أيضا في المقاتلين المجاهدين عم يجوا عن طريق تركيا. هذا الإيجابيات. في الطرف الآخر أي في يعني عندهم مصالحهم، أنا بقول لك مصالح تركيا مع الأخوان المسلمين، مصالح تركيا بدعمهم، مصالح تركيا مع بعض الفصائل المسلحة اللي تحمل طابع إسلامي، هذه كلها حقيقة ومعروفة. ولكن الهدف مختلف، يعني إذا هم يريدون حكم إخواني لسوريا، المعارضة هل تلتقي معهم بهذا كل المعارضة؟ نحن نقول الأخوان في سوريا أخوان قوة حزبية موجودة. طيب هل هي الأقوى؟ لا ليست الأقوى أبدا، لكن نحن نريدهم أن يكونوا موجودين ضمن وضعهم الطبيعي اللي هو يعني حزب من ضمن هالأحزاب، ما فيه القوة الضاربة للأخوان المسلمين في سوريا. اليوم هم خارج وضعهم الطبيعي؟ هلا هم قوتهم أكبر من قوتهم في المجلس الوطني كانت أقوى من وضعهم الطبيعي بكثير. نحن ما نريد هذا، لا نقول أهلا وسهلا الأخوان يكونوا موجودين لكن بوضع الطبيعي. فحاولنا في الائتلاف أنه نعمل هذا، يعني الأخوان في الائتلاف أقل قوة بكثير من المجلس الوطني. ما الذي سيجمع هذه الكتائب المقاتلة؟ من يمون عليها كلها؟ من يستطيع أن يسيطر عليها كلها؟ إذا اليوم بشكل يعني افتراضي أنه تم التوصل لحل، هل يمكن تطبيقه أصلاً على الأرض؟ نعم يمكن تطبيقه على الأرض بالدم؟ طبعاً مش بسهولة. بالدم؟ بالقتال؟ لا أليس سيناريو تخشوه؟ أي سيناريو؟ تخشوه بأنه يتم تقاتل لا. بين الجماعات اليوم التي تحمل لواء المعارضة؟ أنا أعتقد أنه المجموعات العسكرية بالنهاية إذا صار في حل سيفرض على الجميع وتكون كل الدول حاضرة، وهذه الفصائل العسكرية هي مدعومة أيضا من دول، وهذه الدول قابلة بالحل السياسي، فأيضا هذه الفصائل بالنهاية ستمشي بالحل السياسي. فالآن هناك يعني مخاض، هذا المخاض
باعتقادنا أنه سينتج حلا. الحل متى وكيف هو؟ هذا هو السؤال. هناك شد وجذب، معركة عض أصابع، العملية ليست سهلة. على ماذا تختلف المعارضة اليوم؟ يعني يمكن تختلف في بينها منافسات بصراحة، في بينها في أنا في إيجو عالي عند بعض الأطراف، في بينهم عدم ثقة. يعني أنا أذكر على سبيل المثال عندما كنت رئيس الائتلاف وقبل جنيف أتيت إلى القاهرة من إسطنبول لأجتمع مع السيد حسن عبد العظيم وهيئة التنسيق، ففي بعض زملائي أنه كيف تقوم بهذا العمل، يعني أنه يا غيرة الدين. فبالنهاية حسن عبد العظيم رجل معارض، يعني أنا أختلف معه لكن لا أستطيع أن أقول أنه رجل معارض ومعارض تاريخي وكذا. فهذه يعني في عدم ثقة سيدتي. نحن في قبل في شهر يونيو اجتمعنا في القاهرة مع هيئة التنسيق، هيئة التنسيق وغير هيئة التنسيق وتيار تغيير وغيره. طيب حضروا هيئة التنسيق، حضروا الأكراد المجلس الوطني الكردي والبيويدي، حضر شخصيات علوية مهمة، حضر الجيش الحر، حضر قادة كبار من قادة الجيش الحر، ألوية وعمداء ويمثلون فصائل عسكرية مهمة، حضر شخصيات مستقلة، هذه كلها داخل وخارج، وحضر قسم من الائتلاف وأنا كنت من المشاركين. كلهم الداخل والخارج اتفقوا على ورقة واحدة، هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، باتجاه المؤتمر المزمع عقده خلال الفترة القادمة. إذا نتحدث اليوم عن خطوة أولى كان يتم الحديث عنها منذ 4 سنوات وهي توحيد المعارضة، هل عدنا إلى هذه النقطة؟ هل أفهم يعني أنه هي هنا اليوم نعود إلى هذه النقطة؟ لا، مو هذه توحيد المعارضة. نحن عملنا عليه يعني من زمان. هلأ في الائتلاف أدخلنا عناصر تم توسعة الائتلاف وأدخلنا آخر شيء عندما كنت في رئاسة أدخلنا المجلس الوطني الكردي، وكان قرار صعب جدا والاتفاق كان صعب وكان اتفاق تاريخي بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف والائتلاف المعارض. هذه أمور اشتغلنا فيها، لكن الآن هو أنه توحدين المعارضة ما في إمكانية توحد المعارضة. هي المشكلة إنها شماعة بالحقيقة، شماعة الدول المعادية للثورة تدعي هذا، والدول الداعمة للثورة تغطي عجزها لحل الأزمة السورية بأنه المعارضة غير موحدة. طب إذا كنتم على دراية بأن هي هذه الفكرة هي شماعة أو هي تغطية لعجز عن المساعدة التامة وحسم الموضوع لصالحكم، لماذا حتى الآن ما زال الاعتماد على هذه الدول؟ مش الاعتماد على هذه الدول، أول شيء القضية السورية هي تدولت مع الأسف، القضية السورية تدولت. اليوم تتكلمين عن النظام، اليوم النظام البارح الإيرانيين يفاوضوا أحرار الشام على أنه نبادل الزبداني بالفوعة والفوعة بالزبداني، ونظام مش موجود. يعني حتى هتلر كان يجيب بيتان يجلسوا على الطاولة، حتى إسرائيل كان يجيب. طب ولكن حتى أحرار الشام يقال أنه الحديث كان مع تركيا، يعني حتى كمان أوكي. المعارضة غير موجودة في هذا التدابير. أنا الآن في هذا لكن أقول لك أنه النظام اللي هو نظام عمره 5 عقود وقائم وقوي الآن هو ما له دور، الدور للغير، دوره مأخوذ. فالمعارضة أيضا فيه تداخلات وفيه أجندة موجودة عند البعض، أكيد ليس عند الجميع، لا يعني أنا هناك لا نعمم يعني الفكرة، لكن بالنهاية ما في ثورة يا سيدي، ما في ثورة ما فيها دولة واقفة بظهرها. الثورة الجزائرية ما كانت تنجح لولا مصر عبد الناصر وسوريا وبعض الأطراف الأخرى. طيب هناك اجتماع القاهرة سيد جربة تحدثت عنه، كثير سألوا هو كيف يعني هو بديل عن الائتلاف،
يحمل غير أفكار مبدئية، غير سقف، غير علاقات. أنت موجود بالإسنان بالإئتلاف وباجتماع القاهرة، فسر لي الفرق بينهم. فسر لك الفرق. وما المأمول منهما؟ يعني يبدو أنه عم بيضربوا، عم بياخذوا من قوة بعضهما وليس العكس. لا، القاهرة تداعى مجموعة من المعارضين أنه نعقد اجتماعنا في القاهرة. تعرفين القاهرة لها رمزية وبلد عربي وأكبر بلد عربي، وعادت على خط الوساطة بشكل لا ولا يعني أخذت دورها الطبيعي. يعني مصر الحمد لله تعافت، ونحن بحاجة لمصر ولدور مصر، وخاصة مصر يعني بينها وبين سوريا في مثل التوأمة، في وحدة، يعني من زمان صلاح الدين إلى زمان محمد علي إلى زمان عبد الناصر إلى زمان، دائما في يعني بين هذه التوأمة. إذا بدنا نقول، هل تستطيع أن تقول أن مصر داعمة بشكل نهائي لأجندة المعارضة، كل المعارضة، أم هي أقرب اليوم للوسط؟ لا، واضح أن الموقف المصري كان شفاف وواضح في مؤتمر القاهرة، لأنه خلوا السوريين يأخذوا قرارهم السيادي الحر بدون أي ضغوطات. وتعرفي أنه أخذنا قرار الداخل والخارج بورق، بخارطة طريق مهمة فيها كل شيء ومدروسة تماما وبعناية ومقبولة، وفيها لا دور للأسد في مستقبل سوريا. هل هذا جسم بديل للمعارضة؟ لا، مو جسم بديل. نحن لو كان بدنا جسم بديل كنا أعلناه جسم بديل. الائتلاف يا سيدتي هو يعني الأخذ شرعي سياسي من الكثير من الدول، فما لنا مصلحة كمعارضة سورية أنه نسوي جسم على أنقاض الائتلاف ونضعفه أكثر إذا ما كان هناك فعلا يكون في توافق. ممكن يكون في مؤتمر المعارضة القادم أنه يكون فيه يعني تجتمع كل المعارضة والائتلاف من ضمنه مدعو. يعني سيد جربة، أنا سألت سؤال على تويتر على حسابي حقيقة زاد يازجي، سألت بكل تجرد ماذا يمكن للمعارضة اليوم أن تقوم، أن تفعله حتى توقف المعاناة في سوريا، الحرب في سوريا، وتحمي البلد من المخاطر. معظم الإجابات جاءتني بأن المعارضة أصلا لا تستطيع أن تفعل شيء، لأنها مرتهنة للخارج، لأنها أدوات للخارج، أو على الأقل لأن ضيع الخارج لو بحسن نية من قبل المعارضة. أكيد نحن بشر والبشر بيخطأ. ما هو مقتل المعارضة؟ مقتل ما يعني أكبر خطأ، إذا ما بتحب استعمال هالكلمة. إيه؟ أكبر خطأ. هلأ نحن بالخطة الاستراتيجي ما ارتكبنا أخطاء، بالتكتيك ارتكبنا أخطاء. أنا بقول لك من 5 سنين لهلأ، إيه؟ أكبر خطأ برأيك ما هو للمعارضة؟ يعني ما فيني بقول لك أكبر خطأ، أنا بقول لك شغلة، أنا بقول لك إنه المعارضة أخطأت في كثير وأصابت في الكثير، لكن بالحل النهائي بالقضية الاستراتيجية ما أخطأت المعارضة. نعم، أنت من قيادي المعارضة، ويقال يعني أنه تطالب اليوم بإنشاء حزب سياسي. هل هناك خطوة يريد الشيخ أحمد الجربة أن يقوم بها ولكن يخشى لأنه قد ترتد عليه من الحاضنة الشعبية للثورة أو من زملائك بالثورة بالسلاح أو بالكلمة؟ لا، أكيد أنه ما في أي تردد، لأنه حسابات. أنا بقول لك شغلة، أنا بحسب حسابات، بحسب حسابات أكيد، لكن أنا ما بتردد وما بعرف التردد. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، إن فساد الرأي أن تتردده. القائد ما لازم يكون متردد، اللي بده يكون رأس، اللي بده يكون ينشئ شيء سواء كان تيار، هو مو حزب طبعا، هو إذا في شيء هو تيار. لأنه لكن أنا شايف أنه إذا كان مثل
إضافة للأحزاب ما بدنا الشغلة هذه كلها. نريد أن يكون دينامو للجسم المعارض والثوري على مستوى الميدان وإضافة إلى المستوى السياسي. مشان هيك أنا أريد أنه يكون باللحظة المناسبة وبالوقت المناسب، هذا هو، ليس تردد يعني سيدي. يعني أصلي ما الذي ينقص اليوم الساحة السورية يريد أحمد جربة أن يأتي به ويضيف؟ ينقصها الكثير. شو ينقص الساحة السورية؟ أول شغلة لا ينقصها ساحة المعارضة، ينقصها على المستوى العسكري، ينقصها الكثير بساحة المعارضة وساحة الثورة، التشرذم والفرقة والانقسام والكذا، يعني يكون فيه جسم جامع لهذا، هذا شيء مهم جدا. أيما تتوقع نهاية الأزمة الحرب السورية؟ أنا إن شاء الله دائما متفائل، ويعني القضية السورية وصلت إلى خواتيمة بكل سلبياتها، ما عاد في إمكانية أن نطول أكثر من هيك. يعني نحن عم نحكي إن شاء الله أنه الأزمة يعني بنهايتها ما عم بقول لك بشهر وشهرين، لكن يعني بالنسبة للخمس سنوات اللي مرأت يمكن نحن بالربع الأخير. سنتين يعني؟ لا إن شاء الله أقل إن شاء الله. شكرا لك أحمد جربة رئيس الائتلاف السوري المعارض السابق، شكرا لحضورك معنا بصراحة. شكرا لكم مشاهدينا، ألقاكم الأسبوع المقبل بصراحة.